الهاشتاج مولع شكل اليوم، مولع بسبب الضيوف والأسئلة الكثيرة الموجودة معنا، الكابتن عبد الرزاق والكابتن عيسى والكابتن صالح. شوف ايش فيه الهاشتاج. سؤالي للكابتن عيسى المحياني، هل سيتأثر الشباب في مباراة غد بسبب عدم وجود مهاجم بديل لإيجالو؟ لا أعتقد الشباب عنده البديل الجاهز، وفريق يعني ما يتأثر بغياب أي لاعب. فبالتأكيد يعني المدرب شاموسكا حياخذ القرار الأنسب يعني في مباراة مثل هذه، خاصة أنها بداية الدوري ومهم له الفوز كي ينافس على الدوري يعني. وكابتن هو المهاجم الوحيد في الثلاثي لاعب هو الموجود الآن هو إيجالو، لا يوجد لديه بديل بعد ما راح التوظيف. بعد ما راح مهند. هنا التوظيف مهند مهم. مهند اعتزل، تفضل. هنا التوظيف مهم يعني، المدرب لما نحط في موقف مثل هذا أكيد أنه راح يوظف. يعني مثال يعني كاريلي وظف رومارينو في العام الماضي، بغض النظر عن مباراة اليوم، في العام الماضي رومارينو في مباريات لعب في العمق الهجومي وقدم مستويات جيدة. ممتاز.